نال الزميل مطلق بن علي العنزي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أعلنت رابع انطلاقات هذا المساء الجميل، هذا المساء الرائع في بداية الجولة الأولى، وأيضا ننطلق من خلال شوطنا الرابع الخاص بالجعدان اللقاية المهجنات الأصايل. جائزة هذا الشوط 180 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، والجوائز النقدية المجزية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر، ومادة الزعفران التراثية المرافقة لهذا المهرجان، وتسعيرة هجن الرياسة التاسعة أيضا المرافقة لانطلاقة هذا المهرجان. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، والمقدمة على المركز الأول ياتي مطفوق خليفة بن خميس الغويص السويدي، يتقدم في المركز الأول، بينما المتحد مبارك بن محمد بن وريقة العامري ياتي في المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، حيث أجد أيضا الشعار القادم والوثباوي الذي يتقدم مع نجد الذيب بن علي بن سالم الربيع المنصوري، خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع الذهب عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامرياتي في رابع المراكز. النقلة مباشرة إلى المركز الخامس ليجد هناك وضاع مطر بن غانم بن مصر بالقبع يتقدم ويأخذ المركز الخامس، بينما المركز السادس حبشان فالح بن ياسر بن فالح الشامسي خذ المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع القدوم في هذه اللحظات والوصول في سابع المراكز من لداغ لعمهي بن يمعة بن حميد بن عمهي يتقدم على المركز السابع، بينما المركز الثامن يتدخل ايضا ملهم لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري ووصل وخذ المركز ايضا الثامن في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع يتقدم من خلال هذا التواجد هذا سياف فيصل بن علي بن شهيان العامري، والمركز العاشر اللي تدخل في هذه اللحظات قدوم قوي وتحدي مثير يبحث عن هذا الشوط نجد علي بن محمد بن سعيد آل نابت المري. هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. نعود إلى مجريات الشوط اللي غير الصدارة، التغيير الذي جرى وترى هنا من شعار عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتقدم مع الذهب لعبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان، ياتي مع الذهب في الصدارة الأولى في المركز الأول في المقدمة الأولى يندفع اندفاع تلقائي، بينما المركز الثاني مطفوق خليفة بن خميس الغويص السويدي، ولكن ينخطم من خلال المتحد مبارك بن محمد بن وريقة العامري وصل، ولكن بن فالح ابن فالح يقدم لنا حبشان فالح بن ياسر بن فالح الشامسي وصل في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذه المنافسة، وهناك الذيب وصل في هذه اللحظات ليتقدم ايضا باداء مميز وجميل للغاية. ياتي نجد للذيب بن علي بن سالم الربيع المنصوري يقدم لنا نجد هذه الخمس المراكز الاولى المجموعة الاولى الانطلاقة الاولى، بينما ناخذ القدوم الوصول التحدي هناك من السريع حمد بن سعيد بن محمد بن حب العامري، والدخول الاخر هذا البارع فهاد بن سليمان بن عبد العزيز الفهاد وصل في هذه اللحظات وغير الى المركز السادس. المركز السابع ايضا يتقدم في هذه اللحظات هذا غازي حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري، مرحبا يا ابو سعيد ومرحبا بغازي، وصل في هذه اللحظات بدا يغزو المراكز المتقدمه، بينما هناك ايضا نجد علي بن محمد بن سعيد النابت المري يصل في هذه اللحظات مقدما لنا نجد. هذا هو ندانا، ولكن نعود ونتحول منه إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. بن حلوس بن حلوس يتقدم مع المركز الأول مقدما لنا الذهب، ياتي عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، ولكن عودة إلى المركز الثاني، هناك نجدة للذيب بن علي بن سالم الربيع المنصوري يتقدم أيضا نجدة على المركز الثاني، بن فالح في المركز الثالث ليقدم لنا هذا الاسم ويقدم انطلاقة حبشان فالح بن ياسر بن فالح
الملح الشامسي، ولكن شوفوا القادم، شوفوا الواصل، هذا هو البارع فهاد بن سليمان بن عبد العزيز. الفهاد وصل، بدأ يغير عينه على مركز الأول، عينه على المقدمة، يبغي أيضا الفوز والانتصار. رباعية جميلة مع منطقة أعلام الخليج، الاندفاع القوي مع البارع في المركز الأول، البارع في الصدارة الأولى، البارع في المقدمة، فهاد بن سليمان بن عبد العزيز الفهاد. بينما حبشان وصل، حبشان انطلق، حبشان ليتقدم أيضا فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، وعاد الذهب مرة أخرى عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ديبان العامري. ولكن الله، الأربعمائة متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر، شوفوا من الواصل القادم السريع، حمد بن سعيد بن محمد بالحب العامري. ولكن البارع، البارع لفهاد بن سليمان بن عبد العزيز الفهاد على الصدارة، انطلق بالمركز الأول، اندفع بالمركز الأول. سلام 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 لأهالي المملكة، لأهالي المملكة العربية السعودية على فوز البارع فهاد بن سليمان بن عبد العزيز الفهاد. المركز الثاني وصل فيه السريع حمد بن سعيد بن محمد الحب العامري. المركز الثالث كان الوصول جميل في المركز الثالث من نواف صالح بن حمد بو شريدة. المركز الرابع الذهاب لعبد الله بن عبيد بن حلوس بن ديبال العامري. والمركز الخامس وصول من نجد علي بن محمد بن سعيد النابت المري. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات المثيرة، عودة للتوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، البارع لفهاد بن سليمان بن عبد العزيز الفهاد. سلام سلام على هذا الأداء الجميل والرائع مع هذا الشعار، حيث قطع مسافة السباق في 7 دقائق 30 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان القدوم رائع وممتاز من السريع حمد بن سعيد بن محمد بالحب العامري، قدم نوعية فريدة وأداء 7 دقائق 31 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول في المركز الثالث من نواف صالح بن حمد وصالح بوشريده العذبة، فاجأنا في الأمتار الأخيرة ب7 دقائق 33 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم.